بكت المساجد في المحن وصدى المآذن من شجن بكت المساجد في المحن وصدى المآذن من شجن تشتاق فرضا جامعا تشتاق أصحاب السنن خلت الصفوف ولم تكن تخلو إذا ما الليل جن نادى المؤذن باكيا قوموا وصلوا في السكن نادى المؤذن باكيا قوموا وصلوا في السكن يا رب فرج كربنا وأزل برحمتك المحن وأعد جموع شبابنا لمساجد فيها السكن لرياضها ولأنسها فهي الأمان لدى الفتن صل على طه النبي الهاشمي المؤتمن وبحقه فرج كروب المسلمين مدى الزمن وبحقه فرج كروب المسلمين مدى الزمن.